طيب الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من برنامج حياتنا، والتي نخصصها للحديث عن اللقاح ضد فيروس كورونا وجميع المعلومات التي تتعلق به. معنا في الاستوديو للاجابه على الاسئله الدكتور احمد واليوسف، عضو الطاقم الطبي للجنه العلميه المشرفه على مرضى كوفيد في مستشفى الشيخ زايد. مرحبا بك ضيفي الكريم. مرحبا بك اختي الكريمه. بدايه ضيفي الكريم، اللي هي تعطي المواطن تعريف شامل عن هذا اللقاح. مرحبا بك اختي الكريمه ومرحبا بجميع المشاهدين الكرام. في البدايه لاهي نطلبوا مثلا من المواطنين كاملين عنهم يا ريتهم يتوجهوا شهور مراكز التلقيح اللي منهم في المراحل العمريه اللي حدت الدوله حتى الوزاره عنهم يجوا يديروا اللقاح. كذلك هما اللي ما يفوتني في البدايه عن نطلب مولانا كاملين الشفاء لمرضانا اللي محتجزين في مختلف المستشفيات الوطنيه المصابين يا واجعه وباء كورونا. وكذلك هما اللي نشجعوا ونهنوا الطاقم الطبي الوطني اللي الحمد لله تصدى للجائحه بكفاءه الحمد طبعًا لله. طبعا نوجه له هون تحيه للطاقم الطبي وطبعا الطواقم الامنيه ذاته اللي بساهموا في هذا الدور. صحيح. في البدايه قبل ان مثلا نجاوب على السؤال لاهي ننبه المشاهدين عن رقاج عنه بين خيارين، الخيارات الاثنين. يا اما حد لا يخلي راسه واهله ومجتمعه عرضه اللي صابه بالفيروس القاتل اللي شفتوا مضاعفاته ذيك هي واضحه للعيان، الاطباء مذكرين من الناس محكومين منه، هما اللي قليل الاسره ما فيها مثلا حد قط صاب به ويحكي له عن معاناته مع ذوك الاعراض اللي يخلقوا معناها عن اعراض المرض ومضاعفاته هما اللي طويله الامد ذيك هي ثابته للعيان. هذا خيار اول. كذلك يختاروا بين هذه الروايه والله ملي اجراء اللقاح. اللقاح للاسف شفنا المعلومات المضلله ظهرت عنه. طبعا فما ياسم الاشاعات وترصد عن هذا اللقاح حتى قاعد يدعو ذاك هو السبب على ناس من المواطنين اللي ما توجهوا قبل لاخذ حاجة بعد. معناها ان حد يختر بين المرض واعراضه ذيك هي اللي ظاهره والله ملي بين الشائعات اللي تنقال عن 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 عن, عن, عن اللقاح، الشائعات الخرافيه اللي تنقال مثلا ظالي عن حد شي شافه وشي مثلا لا مازال شايع عنه عن الخيار ذاك واضح حد مثلا يختر بين هذه الروايات الثنتين. اجابه على سؤالك، اللقاحات مع بدايه الجائحه اولا العالم سابقا كان يمضي ياسر من السنوات من اجل اياك عد اللقاح لمرض معين. هذه الجائحه تقريبا خلال 6 أشهر ولا 8 من بدايه مجيتها سنتات العالم يدرس بطريقه متسارعه نيات اللقاحات يعدلوا، وهو اللي خلى قدر من الناس مثلا مشاكل قاع في البدايه وشي ذكي لانها ما مضات المده اللي كان يمض عاده. التقدم العلمي ذا الزمن وذاك الزمن ما هو واحد. فم تقنيات جديده ودخلت في اللقاحات ما كانت خارقه. هذا هو اللي سبب عندنا شفنا اللقاحات عاد تعدل منهم كميه كبيره بسرعه خياليه. هي التقنيه اللي شفنا حالا، التقنيه اللي تكلموا عنها تقنيه الحمض الريبوزي هذه والله المرسال، هذه من التقنيات اللي مثلا خلات على قد يتم انتاج كميه كبيره من اللقاحات بلاصه، وحقيقه تقنيه ما كانت مستخدمه في اللقاحات سابقا. نعرفوا نحن كاطباء انها كانت مستخدمه في شمل الادويه وشي كيفتو. والله ملي الطريقه التقليديه للقاحات هي الطريقه اللي مثلا ينقبض فيروس ما عنده قدره على مثلا يمرض ويندار ياك الجسم يتعود عنده مناعه ياك يكون الجسم اجسام مضاده له. فما التقنيه الاخرى التقنيات الحديثه اللي عدلت فيها شيء نقول له نحن مثلا ينقبض فيروس وتندار فيه ماده من فيروس كورونا ويدخل في الجسم من اجل عنه يخلي الجسم ينتج شو نقولوا نحن البروتين اس. هذا اللي هو اللي الاحظ عنه مثلا هو اللي يلعب دور كبير في استجابه الجسم مستقبلات الفيروس على الخلايا. معناها نفهم عده من التقنيات في اللقاحات واللقاحات والتقنيات الثنتين متوفرين هون عندنا في اللقاحات. زين دكتور مندرا شنو هو الفرق بين هذا اللقاحات اللي عندنا هنا متوفرين عندنا هون في موريتانيا؟ شفتي عندنا هون لقاحات عندنا هون نوعين من اللقاحات متوفره وكلهم فيه تقنيات ثنتين. فهم هذا اللي فيه التقنيه التقليديه اللي مثلا اللي كيف تقنيه الدقات الشاشره وشيء كيفته كاملين، وذاك
هو من اللقاحات الاولين جاونا هون هو مثلا اللي تم تلقيح به الطاقم الطبي وتم تلقيح به الطاقم الامني والمواطنين من ذيك الساعه. عقبهم اللي من التالي في اداره مثلا اللي يقولوا كوفاكس اللي حالا يوزعوا اللقاحات في الدول جاونا هون اللقاح وزادوا اللقاح احد اللقاحات اللي هو اللقاح البريطاني مثلا هو اللي جاو هون وتقريبا الفعاليه مثلا كلهم فعال كلهم فعال واللي بتوفر منهم يعطي المواطن يديره. زين فما سؤال شيء عند المواطنين من درا شنو هو الفرق بين ذاك اللي يبني يدير الدقه لابد تفوت شهرين كانك تدير الدقه الثانيه والثاني يبينوا مع الدقه الثانيه تعود بينها معها 21 يوم من درا شنو هو شفتي هذا الفرق بينه يعتمد على استجابه الجسم كم لا يمضوا فيه ذوك الاجسام المضاده. الدراسات كما قلت لك العالم ما اجبر الوقت الكافي من اجل عنه مثلا يدرس عن يني تندار اللقاح في اسم الرقاش كم لا يمضي حامي. هو السبب اللي كنا في المره الاولى قالوا لنا اسبوعين عقب قالوا ثلاث اسابيع بالنسبه للقاح الصيني وهكذا وشي كيفتو. بينما اللقاح الاخر البريطاني ينين وعدلت الدراسات جبرت عنه مثلا الاجسام المضاده في الجسم تمضي فتره شهرين حتى أربعة أشهر. هو اللي حالا شفنا اللي عادلت وزارة الصحة على الناس اللي تتحرى الجرعة الثانية عنها تقد تصبر ذيك الفترة كاملة فترة أربعة أشهر لأن مازال الجسم مازالوا فيه الأجسام المضادة ما حد فهم الأجسام المضادة مثلا يقد حد يصبر ذيك الفترة كاملة. جيد من رأيك كان لقاش يقد يخلط قاع الدقات الثنتين مثلا يدير ذيك الدقة ويقعد يدير الدقة الثانية. شفتي في العالم الآخر سنتاو بالفعل توصيات عن كل ما دار حد دقات مختلفات كل ما عاد الاستجابة أكبر. غير نحن هون ملزمين عن نطبق التوصيات اللي تصدر عن الجهات الوصية ما فاتوا أعطاونا لذن ذاك. يا غير مثلا في العالم الآخر بشكل عام سنت 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 سنتات ذي النظرية مطروحة وتعد. زين من درى دكتور هذه ودقات عندهم آثار جانبية مثلا تجبر رقاش داير الدقه هو يقول لك انه قابط حمى والله حاس درايك الى دار جانبيه شنو هي الاعراض الجانبيه اللي يجبرها الشخص اللي دار اللقاح. والله شفتي هو اللقاح كيف اي دواء ثاني الا كيف دواء الحمى اللي يقبل حد كيف المضاد الحيوي اللي يقبل حد معروف عن كل دواء عنده اثار جانبيه. ذيك الاثار الجانبيه مثلا تختلف قوتها من رقاش لرقاش اللي قاع نجبروا الوقت لين نتكلموا عن موانع استخدام اللقاح. طبعا احنا والله نوثق فيهم الروايه اكثر. معناها عن يقد مثلا حد ولي انه فيروس مدخل في اسم رقاش ذاك الفيروس ما عنده مثلا القدره عنه يصيب رقاش بالمرض مضاعف جدا. الهدف منه عنه ينبه خلايا معينه في الجسم عنها تنتج الاجسام المضاده اللي تتكفل هي عن ذاك اللي يجي الفيروس الجسم تعود الاستجابه المناعيه اكثر. وشفت اياك نبسط الامور حتى على المشاهدين. هو لين يدخل اي فيروس والله اي جرثومه والله اي شيء في جسم احد منه لا يسنت الجسم يستجاب مثلا استجابه ما هي متينه حتى. بينما ياك خاصه هذه الفيروسات ياك لين يدخلوا مره ثانيه يعود الجسم فات عاد عنده ذاكرة فهم الخلايا المناعية عنده ذاكرة فيمشي نقول نحن الخلايا المناعية اللي ذاكرتها طويلة جدا وفيها شيء الخلايا المناعية اللي ذاكرتها متوسطة جدا مجرد يدخل مرة أخرى لا هي يتعرف عليه ويقضعيه بالعجلة. هذا هو حال السبب اللي قال لك منادم سقر من بوحيمرون قط جاه بوحيمرون غير مرة أخرى مات رجاي لأن جسمه عاد عنده ذاكرة على ذاك الفيروس وعاده خلايا احنا المناعية تتكفل بالقضاء عليه بسرعة جدا وبفعالية. هذا هو تقريبا مبدأ اللقاح الزقار يعود حد قط شاه مرض غير قط زقر من هكذا. نرجع شوي للنقطة في السؤال من درا ياسر الناس يدير هذه الدقة يجبر قلت لك الحمى يجبر بعض الألام نشوف شي من الألام المصاحبة له. فم بعض الشائعات اللي يقول لك عن حد دار الدقة يلتو ذاك النهار يقيس بليدة باردة ويستراح فيها من درا كان هذه حقيقة أبدا هذه ما هي حقيقة لأن أي حد دار الدقة في مركز صحي والله في طب في مقاعة ينتظروا فيها مثلا مدة 15 دقيقة 30 دقيقة ياك ينشاف عن ما عندهم مثلا حساسية والله عندهم اتجاه الدقة لأن كي ما قلت لك اللقاحات كيف أي دواء ثاني شو الناس عنده حساسية من الدواء وش كيفتو ينشاف ياك إلى خلقت أي حساسية والله شيء يعود فهم الطاقم الطبي المتكفل. ورانا بالمناسبة ما قد أجبرناها نحن هون لقاحات كاملين اللي درالي نداروا في المستشفى ما قد أجبر مثلا أي حد ما قد أجبر حد قبطوا حمى في الليل مثلا وشي هو شفتي هو يجي غير تعود اعراض طفيفه
اللي هي مثلا خاصة العرض الكبير اللي لاحظنا وجيع بالدق، يمضي حد مثلا فترة توجعه دكتور. بالفعل هم واحدين جاتهم محمد بسيطة، هم واحدين جبروا نازلة بسيطة، هم واحدين جبروا جيع العظام بسيط. لأن كما قلت لك عنه هو اللقاح كأي دواء عنده أثار جانبية وعبارة عن فيروس دخل الجسم. دكتور مدرا كان ثم حالات مرضية يمنع على صاحبهم على أنه يأخذ هذا اللقاح؟ والله شاكرك على هذا السؤال، جيد جدا. بالفعل فهم موانع استعمال اللقاح. المانع الأول منها حد يعود عنده حساسية تجاه واحد من مكوناته، لأن كما تعرف خالك شمن الناس عنده حساسية من باراسيتامول، خالك شمن الناس عنده حساسية من أموكسيسيلين، كذلك هم اللي شمن الناس اللي عنده حساسية من أحد مكونات اللقاح. بس محيلا قد نعرف أنا عندي حساسية من مكونات اللقاح، يا إما يعود عندي سوابق حساسية مع لقاحات لا هي ينفطن له في مرحلة الطفولة مازال يشير يدير دقات ويك ساعة. والله ملي إلين درت الدقة الأولى جاوني أعراض مانعة جدا، أعراض الحساسية اللي يعرفوا الأطباء كاملين تجاه هذا الدواء. هذا المانع الأول. كذلك هم اللي أي حد مصاب بكورونا، مصاب بكورونا ما يعطوا يدير اللقاح مباشرة، يعطوا على الأقل يصبر أربعة أشهر لأنه ما يعطوا يدير اللقاح في ذيك الفترة اللي هو مازال فيها مصاب. زين، بخصوص هذه النقطة، البعض عود فدر دكتور الأولى مصاب بالفيروس، من درايه كانوا يعطوا حاني 14 اخرين كانوا يدير الدكتور الثاني. والله شفتي هذه هذا السؤال هو مثلا اللي مثلا كنا راهي نناقشوا مثلا في شنو هما الحالات حد دار الدقه وجا كورونا شعد. اجابه على سؤالك رجاش، مثلا تم حالا اللي جاته كورونا اللي يعود ما قط دار الدقه لا هي يصبر 14 ما حد يديرها الين الصدجيه مثلا الفيروس عقب دياره للدقة، هذا يعطوا يصبر ملي كذلك ملي ذيك فترة 14 إلين يديرها. وفهم قاع ياسر من الدراسات تقول عن حد صاب فيروس كورونا عنه كافيته جرعة واحدة من الدقة، لأن اللي صاب الأول كيما قلنا مثلا عاد عبارة عن لقاح الأول. مع أن ملي حالا ما فهم أي مانع منه يدير مثلا الدقة مرة أخرى، غير نقدر نعتبروها كدقة ثالثة، لأن حالا العالم سنة ملي يتكلم عن 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 جرعة ثالثة من اللقاح فمش من الدول سنتاوي يبداو فيها، يا غير بعد حد قبل كورونا عادة التوصيات تقول عنه كافيته دقة واحدة. زين، مدرا ضيف الكريم مثلا بالنسبة للموانع اللقاح اللي كنا نقوله لا يزيدوا منهم، كذلك حد عاقب بالهم كيف داير لقاح آخر 14 يوم مثلا نقولوا لا قدر الله حد عضو كلب لا يمشي يدير دقة الكلب، هذا ما يعطوا داء الكلب، هذا ما يعطوا مباشرة يتوجه شور دقة كورونا، لا بد أن يصبر على الأقل 14 يوم لين يديرها. كذلك هم اللي أي حد عنده حمى مثلا حد مصاب بالحمى والله حد مصاب بالنازلة ما يعطوا يمشي في الفترة يدير اللقاح، لأن ذيك الفترة فترة ضعف مناعة شوي. كذلك هم اللي العليات الحوامل والعليات المرضعات ولا هي نفتح قوسين عليك. بالنسبه لنحن هون التوصيات اللي مازالت عندنا اللي ملزمين بدنا نعدلوها، المراه الحامل ما يلتها تدير الدقه، مع ان العالم حالا سنت يقول عنها ابتداء من 3 أشهر الثاني من الحمل انا عاد تقدر تدير الدقه، والسبب الان لان ما فهم دراسات سريريه قد خلقت عليها. بالنسبه اصلا للعليات المرضعات العالم سنت يدقهم لانه اولا لا يعود جسمهم ينتج الاجسام المضاده اللي تمشي في البن لرضع الطفيل وكانه كوقايه ليشير. يا غير نحن حالا التوصيات ما فات صدرت انه محليا عن ذوك العلايات يتوجهوا للدكاتره، غير بعد في العالم الاخر سنت يديرها. نفس الروايه كيف ما فاتوا قالوا لنا عنه المراهقين ندير لهم الدكاتره انهم مسبقين المراحل العمريه الكبيره والضعيفه، غير العالم سنت يدير الدقات للناس كامله اللي فوق 12 سنه. زين ضيف الكريم، تحدثت عن النساء المرضعات والحوامل، ماذا بخصوص الناس الكبار اللي مثلا تعاني من الضغط تخثر الدم شذا نبتوا، والله الناس الملي اللي تصفي كانهم عادي قبل؟ والله شفتي ذوك بالتحديد هم اللي يالتهم يديروا الدقه، وذوك بالتحديد هم اللي الدوله سبقتهم فيها بدايه مشيتهم هذول، لانهم اولا شمن الناس مناعتهم ضعيفه وهم اللي يالتهم حقيقه يديروا الدقه. الناس اللي فيها الضغط، الناس اللي فيها الامراض المزمنه السكري، الناس اللي فيها مثلا اللي تصفي هذو حقيقه، والشوابي الناس الكبار هذو هم الاولين يالتهم يديروا دقه، هم الاولين ما اللي سبقت فيهم الدوله يعني فاتوا داروا ما حدش شفنا فتحت المراحل الاخرين. بالنسبه كيما قلت لك المراه الحامل العالم سنت يتكلم عنها، يا غير عاقب 3 أشهر الاولين من الحمل نحن هون ما مثلا نفتحنا المجال في اخبار لقاحها. وبنفس الوقت المرضع العالم سنت يقول عنها يالتها الدق، لانها
الاجسام المضاده اللي هي تقضف البن وتعدل مناعه للشيء. وبهالسبب نبغي ننبه جميع المشاهدات الكريمات عن هذا الاسبوع اللي فينا احنا حالا، الاسبوع الاول اللي مناقشته هو الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه. تقدروا تطرح سؤال، انا اصبت بكوفيد شنو عدل معي الشيري؟ كان يوقف رضاعته وكان ما نوقفها يا الله. ايش نصحوا به في الحاله؟ والله في الحاله نصحوا عن تواصل الرضاعه، لان ما ثبت نهائيا عن الفيروس ينتقل عن طريق البن نهائيا. البن الام ما ينتقل عن طريق الفيروس، غير ملي لين تعود مصابه يا الله تترثم دير الكمامه عليها يا الله تصغر يديها بالصابون سابق تقرب من الشيره يا الله. جميع الاسطح اللي تلمس والله هي المسي الشيره المزال يرضع ملي تم ملي تنقيهم هي زادها يا غير الرضاعه يا الله تتواصل. وللاسف لاحظنا مناسبة الأسبوع العالمي عن فم، للأسف ياسر من العليات أصلاً قاع ما كانوا يعدلوه، كانوا يقبضوا الألبان الصناعية، كذلك هم اللي جات هاي جائحة كورونا وفاقمت من خلعة العليات من اللي صار بكورونا. جيد دكتور، طبعاً انطلقت انهارات إشاعة ولا خبر على أن حذر مخدر، أي نوع من أنواع المخدر، على أنه ما يلتو يدير لقاح والله، على أنه بعد فم الفترة بين المخدر واللقاح ما أدري شنو هي. شفتي هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، هذا لا كيف هذا للأسف الشائعات اللي ينطلقوا مع هذا وسائل التواصل الاجتماعي، كل حد يكتب شيء ولا يعزيها يعزيها لحد مجهول ما هو معروف يا غير نهائيا ما هي حقيقية يا غير. طبعا هذا السبب هو اللي اخترنا نعدلوا هذه الحلقة إياك نبينوا للمشاهد حقيقة هذا اللقاح. والله صحيح يا غير فهم رواية نقدر نقولوها حد لا يعدل العملية. شفتي مثلا حالا في المستشفيات الوطنية مستشفى الشيخ زايد اللي أنا فيه أي حد لا يتعدل له عملية لا يعدل له فحص كورونا الشافية كانوا فيه. شفنا يا أستر من الناس جاونا وفيهم كورونا غير ما عندهم أي أعراض حاملين فيروس هذو معديين جدا. الناس اللي دارت الدقة حتى لين يجبر فيها كورونا حالا الدراسات العلمية تقول عنهم ماتوا معديين، مثلا معديين يا غير بنسبة قليلة، مثلا حد في كورونا قد يعدي 6 رقي 7 8 حد دار دقة كورونا حتى يجي الفيروس يقد يعدي رقاش والله شي كيفته. فمشي قالوا الحمل الفيروسي كمية الفيروس اللي في الجسم، ولاحظ عن الناس اللي دايرة اللقاح عن حتى لين يجي المرض عنه مثلا ما تعود هي معدية لدمية الآخرين. وراني بالمناسبة نبغي ننبه طبعا هذه معلومة مهمة جدا به اللي ياسر الناس يقول لك أنا ماني داير اللقاح به اللي هو ما يحمي من كورونا. والله هذه إقبال اللي نبهت عليها لا نزيد نحض عليها. أولا الناس نبغي نعطيهم فكرة على اللقاحات بشكل عام ما يحموا من الإصابة بالمرض يا غير يحموا مثلا من الأعراض الخطيرة له. أقرب مثال عليها مثلا عندنا احنا في الطب مرض شلل الأطفال نحن الحمد لله موريتانيا انقرض عنا ما ترخالي، بينما الأجيال السابقة إني تشوفي المعاناة اللي تحكي عنهم شيء كيفتو هذا لقاح شلل الأطفال هو ما يقيك من الإصابة من بالمرض. هو تعرف المرض ينتقل لين يتعرض له الشيء اللي يمشي يقيس الجهاز الهضمي يتكاثر فيه وشيء كيفته. والفيروس ما يقوم الاصابه به يا غير ما يخلي المرض يمشي يقيس الجهاز العصبي ويعدل ذاك الشيء اللي يخليك. معناها نبغي ننبه المشاهدين عن اللقاح يقد حد يديره ويصاب بالفيروس يا غير عنه لين يصاب عن لا يتعود. اولا الاعراض خفيفه جدا وعندنا عده حالات منها شفناهم في الاطباء الناس يجونا اللي منهم قط دار دكتين لا تعود اللي شفنا حالة تقبض حمى عادية ينحكم لها ينحكم عليها ينعدلوا الفحوص الدم ينعدلوا المصابين كاملين الكورونا نشوفوا نسبة تجلط الدم وشي كيفته نجبروهم طبيعيين لا نحكمهم 24 ساعة ونطرسوا. الناس اللي داروا دقة واحدة خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة قط شفنا منهم حالات ناس فيها السكر فيها تنسيون قط دار الدقة بعد فترة صابت بالكورونا هذو حتى تعرضهم للحالات الخطيره ما شفناها حتى ملي نسبه مده حكيمهم في الطب اقل متين بدرجه كبيره مقارنه بالناس ما دارت الدقه. جيد دكتور، طبعا هذا وسائل التواصل الاجتماعي نشر ياسر من الاشاعات حول هذا اللقاح، من درى على المدى البعيد اذا عاد خلقت فم دراسه بخصوص هذا اللقاح؟ فمن بعض الاشاعات اللي يقول لك حد دار اللقاح بعد سنتين اللي هيموت وشذا نكتب
والله شفتي هذا هون يجي دوركم انتم كاعلام، دوركم انتم كاعلام عنكم دائما تحاربوا الشائعات وكذلك هم اللي تنبهوا عليها، لان للاسف ما فهم الفضاء مفتوح، كل حد يكتب اللي يكتب. اولا سنتين قاع ما فاتوا لحقوا، مثلا حد لقاح كيف انه ندار ماله مثلا سنه يشتغل، معناها ما يعرف حد عقب سنتين ايش لا يخلي. وحتى الدراسات اللي الناس اللي داروا لهم الدقات والناس قاع اللي انصابوا بالفيروس بنفسهم مداها على المدى البعيد، نحن شفنا مثلا نقولوا سنتين حاله خالي، شفنا واحدين سكر معاهم امراض مزمنه، سكر معاهم السكر، واحد يسكر معاهم مثلا الضيق مشاكل سفناهم حالها عادوا يتعالجوا عن طريق الامراض المزمنه. غير هذا نحن مع بدايه الفيروس ما كنا قد نقول لكم الفيروس يسبب امراض مزمنه، غير مع متابعه المرضى اللي انصابوا به، معمل الدراسات شفنا على مستوى العالم شفنا انه يعدل اثار طويله المدى. اما قصه عن 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 عن, 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 عن اللقاح يعدل العقم، عن اللقاح يقتل بعد فتره، عنه يبدل الجينات الرقاش، هذه شائعات لا أساس لها من الصحة. وكيف ما قلت لك في البداية عن المواطن والمشاهد يختر بين الشائعة والحقيقة، بين حقيقة الفيروس والموت اللي مثلا المضاعفات الخطيرة اللي عدل وحكيم الناس في الأطباء، وبين الرواية لا محدها شائعة. جيد ضيف الكريم، من درى هذا الفيروس كورونا من درى حد قبل مرة، من درى كانوا قد يقبل مرة ثانية ثالثة، والله يقدر يجي قبل مرة واحدة ومين يدير الدقة؟ بالفعل يقدر يقبل مرة ثانية، فهمتي؟ شفتي السبب؟ لأن يطاش يقولون احنا في الطب المتحورات، معناها عن الفيروس الأول ما ترى هو الفيروس اللي مثلا اللي خارج حالا. عندنا نسمع عن دلتا، فيروس دلتا اللي بالمناسبة الدولة جابت جهاز شفنا يامس والنامس اللي هو الثالث على مستوى أفريقيا، هذا اللي يحدد مثلا شو نقولون احنا يعدل لسيكانساج مثلا يقد حد يعرف يا كان المصابية كانوا فيروس دلتا نوعية الفيروس، وكان متوفر لا في الدول في افريقيا هذيك الحال. حالا الحمد لله الدوله جابته وشفناه والنامس تدشينه وعاد يخرج على مستوى الوطن هون، اللي بالمناسبه التكفل بمرضى كوفيد يخرج على جميع مستوى المستشفيات الوطنيه. الدوله متكفله مثلا بفحوصهم اللي فحوصهم مكلفه جدا وواعره، هذا فرق يعدل مجانا، كذلك مالي الادويه الواعره هذا فرق هيشار مجانا، حتى مجال التغذيه هذا كامل فرق يتم التكفل به على مستوى المستشفى من اجل الحد من الاختلاط. وش هي كيفته جيد ضيفي الكريم، بخصوص الناس اللي تعمل الادويه المزمنه مثلا الناس اللي تعاني كيف ما قلت لك من السكر ولا من التنسيون، شنو الطريقه اللي يالته تاخذ بها هذا اللقاح؟ شفتي بالنسبه للناس اللي تعاني من الامراض المزمنه نحن نقسمهم شور عده اقسام. الناس اللي كيف السكري وهذا تنسون هذا تدير الدقات كيف الادويه الاخرين. فمن صار الناس اللي تعمل الادويه اللي ترقق الدم، كيف الناس اللي عندها ادويه ترقق الدم هذو يالتهم ما فهم اي مانع من ديال لهم الدقه، يا غير تدال لهم بطريقه خاصه مثلا ما تنقبال لهم ابره اللقاح الكبيره، تنقبال لهم مثلا كيف دقه السكر دقه الانسولين هي اللي يندار فيها اللقاح ويندقوا بها، ما فهم اي عرضه عنهم مثلا يعدلوا نزيف والله شيء كيف تعاقب ديالهم الدقه. كذلك الناس اللي يتعدل العمليات من حد عنده عمليه انت يدير اللقاح، عاده اللي احسن عنه لين يعدل مثلا فحص كوفيد اللي يعدل سابق العمليات كاملين وينجبر عنه ما هو فيه يعطوا يمشي يتوجه يدير الدقة ويصبر بعد شهر يعدل عمليته. كذلك من اللي صار لين يفوت يعود لين مثلا يعود هو صار قرر هو عنه يعدل العملية ولا بحالته عاد عمليته مودي حرجة، بحالته عاد عمليته حرجة لا يتعدل له عمليته ولا يصبر فترة معينة شهر معينة شهر اثنين ثلاثة وتعقب تندال اللقاح، لأن كما تعرفي يعرف المشاهدين على حد معدل له عملية مناعته ضعيفة لأنه مفتوح فيه مفتوح داخلي وشي كيفته. يالت الناس للأسف تحد من زيارة للمرضى اللي انطرسوا قاسوا الدار خاصة العمليات، لأن للأسف تعرفي ثقافتنا نحن مجتمع متكافل الحمد لله، أي حد مرض لابد من الناس كاملة هالي يسلموا يالتهم يحدوا من زيارة المرضى للزمن. طبعا دكتور فم شريحة من المجتمع اللي هي شريحته والاحتياجات الخاصة، من درى شن هو تأثير هذا اللقاح على بعض منها خصوصا على انها هي من الشرائح اللي افصل قاعد في اخذ هذا اللقاح؟ والله شفتي حقيقه هذا سؤال جيد جدا، هذول الاحتياجات الخاصه في الطليعه دائما
والوزاره شفنا الاستجابه العادله لحد من الاحتياجات الخاصه اللي مثلا عدل مثلا مثلا وجه على صفحته عنه مثلا ما يقدر يمشي يدير دقه في المراكز. شفنا وزاره الصحه مشكوره مشات طاقم اللي هو خاص وجاه شور الداخل ما وقع في نواكشوط وداروا له دقه هوك. هذا بالفعل شو يذكر فيه اشكار نطلبهم اللي جميع ذوي الاحتياجات الخاصه يتواصلوا مع اقرب المراكز الصحيه لهم واقرب المستشفيات لهم لانهم حقيقه هم أكثر صحيح 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 صحيح. في النهايه دكتور اللي هي تعطيني نصائح عامه دكتور. شفتي النصائح العامه لا عن المواطنين يا ريتهم يعرفوا عن هذا اللقاح عنه بعون الله تعالى وبعد مثلا ومشيئه الله تعالى وبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى عنه هو الطريقه الوحيده للحماية من الفيروس الخطير اللي العالم شفنا ملايين الناس توفات بسببه وشفنا دول عظمى مثلا نظامها الصحي انهار. شفنا دول كانت قدوة عندنا وانها مثلا مرحلة كبيرة عندنا شفنا أنظمتها الصحية انهارت للأسف وحتى عادوا جوا مساعدات من الخارج وشي كيفته. معناها عن اللقاح بعد التوكل على مولانا هو الوسيله الوحيده للوقايه. يا الله تحد يعس من ذوك الشائعات ويخرص اللي يشوف هو لاني كيما قلت في البدايه يعني قليل حد ما عنده حد مصاب به قليل حد ما عنده حد مصاب به قليل حد ما عنده حد قاطع حتى الحمد لله مدى عن الاعراض الناس كامله عاد تعرفها بهذه الحملات التحسيسيه اللي قامت بها الوزاره حتى قمنا بها نحن صحيح صحيح صحيح. معناها عن يا الله الناس يديروا يوزنوا الكفات ثنتين يوزنوا مثلا كفه الشائعه كيف الحقيقه اللي هي متنشا ويا لطهم اللي يعودوا مثلا عندهم عندهم كامل اللي هو الحسن المجتمعي حد يعرف عنه من دياره ولده لا يحمي تركته لا يحمي اسرته لا يحمي محيطه القريب حتى لا يحمي العمال اللي معه. نحن شفنا حاله في الدول الغربيه سنتاو يعدلوا نوع من التلقيح طاري جديد مثلا حد اصاب فيروس كورونا لا ينقبل محيطه فر يندق لا ينقبل العمال اللي معاه يندقوا اللي معاه في المؤسسه الواحده لا ينقبل اصحابه يندقوا لا ينقبل جيرانه يندقوا محيط كامل محيط كامل يدك انه ياكي يعود انتشار الفيروس يعود مش عليه. جيد دكتور احمد يوسف عضو الطاقم الطبي للجنه العلميه المشرفه على مرضى كوفيد بمستشفى شيخ زايد شاكرتك وشكرتك على هذا والمعلومات اللي قدمت وان شاء الله على المشاهدين كاملين يستفادوا من هذه النصائح اللي قدم الدكتور ويتوجهوا كاملين كلهم يتوجه لاقرب نقطه صحيه يقدر يدير فيها هذا اللقاح ياك يحمي راسه ويحمي اسرته ويحمي المجتمع بشكل عام. في نهايه هذه الحلقه اشكركم اعزائي المشاهدين واشكر باسمكم فريق العمل اللي شرف على انتاج هذه الحلقه في التصوير سيدي يعقوب وفي الصوت منتو منت عبد الحي وهذه تحيات المخرجه ميمونه منتو دومو وتحياتي منى موسى. التقيكم في حلقه قادمه والى اللقاء.